دكتور، الحقيقة إنه دي بعض السقطات أيضا على مر التاريخ بقى، أو يعني على مدار بعض الأعوام، مش متعلقة فقط بالداخل المصري ولكن حتى متعلقة بالداخل البريطاني وأيضا مسلمي الروهينجا وهذه القضية طبعا، ومعانا حتى فيديوز لها علاقة بالهند والنظرة للجانب الإفريقي تعليق حضرتك أيضا على خلينا هذا. نقول رقم واحد، هم ليسوا منزهين عن الخطأ. ليس كل ما يقولونه خطأ، إنما في كثير مما يقولونه خطأ، ونحن يعني وجدنا أنفسنا في مواجهة معهم، إحنا ما اخترناهاش إنما هم اختاروها لأنفسهم ضدنا. هنا بتكون لمصلحة مين يا دكتور؟ يعني زي ما حضرتك ذكرت في البداية، هم بيعلنوا عن أنفسهم إنهم غير موالين، غير موجهين، لأنهم ممكن تكون المؤسسة الوحيدة اللي ملهاش ممول، فبالتالي ليها أجندة بتخدم مصالحه أو ما شابه. ولكن هنا لما بنقول إنه بغرار طبعا الملف المصري الموجه بشكل واضح جدا، الملفات الأخرى بتكون على سبيل المثال يعني لصالح مين هنا؟ ممكن نقول داخل بريطانيا أو سياسات بريطانيا؟ أنا في تقديري أنه الموضوع يا إما توجه الدولة البريطانية أو توجه بعض الأشخاص القائمين على البي بي سي، وتحديدا البي بي سي العربي. ما مش عايز أنتقد أشخاص بذاتهم، إنما يوم ما أنا أكون يساري وحد مديني مساحة حركة في إكسترا، أو أكون مثلا إسلاماسي اللي هو الإسلام السياسي وحد مديني مساحة، طيب ما أنا هستغلها لخدمة رؤيتي الشخصية. يعني عارفة، معلش سامحيني، يعمل زي لابس نظارة خضراء فشايف الدنيا كلها خضراء، لابس نظارة حمراء شايف الدنيا كلها حمراء. فهنا بنقول إيه؟ ما يعني على فكرة أنا مش مشكلة، البس النظارة اللي أنت عايزها، شفتشي بني زي ما أنت، بس ما تضحكش عليا وتقولي دي نظارة شفافة غير منحازة. ولو ناوي تلبس نظارة حمراء، طب اديني فرصة، انا كواحد عندي نظارة زرقاء انا اقول يعني انت بتتكلم عني وبتعالج، هذا هو ما يحدث في مصر. لو انا حطيت اخر 100 خبر و100 لقاء و100 تقرير و100 كذا حطيتهم جنب بعض، هتطلع صورة سودة. انت تفتش في صناديق مهملات مصر، عارفة لما يروح لحتة في حتة يكون مثلا فيها صندوق زبالة وهو عايش جواه، لا، طيب ما في حاجات كويسة بتحصل، ادي فرصة لطرف آخر يعبر وجهة نظر مختلفة. لو انت قررت انك انت تقول قضية ما عن سينا، طب ما كويس، طب ما تقول بقى كمان خد وجهة نظر الدولة المصرية، الناس اللي بيتكلموا نيابة عن الدولة المصرية في بعض القضايا، طب ايه وجهة نظركم في الموضوع؟ طرف اساسي اصلا في هذا الملف. ما يعني طبعا، انما هو بيعمل ريبورت من ورايا، عارفه اللي هو يجي يعمل تقرير من ورايا يقول لك لا، ما انا اصل انا سالته ما حدش رد عليا، اصل لا ليه؟ ما احنا موجودين والناس بتتكلم معانا وبتناقش مع بعض وجهة نظرنا. وانا هنا الحقيقه بطالب، ما اعرفش المجلس الوطني للاعلام او ربما الخارجيه، ربما السفاره، انها تقدم بيان احتجاج. وانا مع الاسف ان انا هقول المثال ده بيجي من اسرائيل وهم شاطرين قوي في الاكاد، اول ما يحصل ريبورتنج يكون في نوع من الحياز ضد اسرائيل ومتعاطف شويه حتى مع القضيه الفلسطينيه، نص لا اسرائيل تقول لهم لا، ما هو انت مش بتتكلم، ما هو انت لو هتتكلم باعتبارك فلسطيني قول اللي انت عايزه، هتتكلم باعتبارك اسرائيلي قول اللي انت عايزه، بس قول ده مره تانية، انا مشجع اهلاوي، انا مشجع زملكاوي، ما تقوليش ان انا حكم غير منحاز، بس انت جواك اهلاوي وبتبدي او انت زملكاوي، عشان بس الموضوع يعني ما تقلبش خناقه الفتره دي صعبه وما اجيش الاقي نفسي في الاخر بدي كل القرارات لصالح احد الفريقين على حساب الاخر، وانا ادعي تماما ان انا محايد. يعني يوم النهارده البي بي سي تروح تناقش اي قضيه وتنقل فقط الجانب العاصمه الاداريه الجديده بتتعمل تقرير ما ينزل عنا انتقادات، ولا طب ما اندونيسيا بتعمل عاصمه جديده، والبرازيل عملت عاصمه جديده، ونيجيريا عملت عاصمه جديده، ونفس الاسباب اللي احنا بنتكلم فيها بالظبط. يا اخوانا انا مره بسال احد القيادات الكبيره عشان بس الناس تبقى فاهمه انا بقول ايه، بقول له هو ايه اللي مصر استفيده لما نعمل عاصمه؟ قال لي تخيل كده وزاره واحده، خد اي وزاره بس، اما الوزارات الكبيره الزراعه مثلا، الدفاع، مش عارف الاول، شوف احنا عندنا كم مبنى وبنتنقل ونروح ونعمل وكذا وكذا وكذا، والناس المواطنين نفسهم بيتعذبوا، روح مش عارف منين، طب ايه رايك لما اجمع لك كل ده في حته واحده ويبقى عندنا مكان نحط فيه قاعده بيانات مصر كلها، يبقى انت قاعد في اسيوط مش لازم تيجي القاهره عشان تحل مشاكلك، انت وانت هناك هتقدر تحلها طب انا اعمل كل ده فين؟ في القاهره بشكلها الحالي؟ مستحيل. لما اجي انا في مرحله وافضي بقى 70 80% من المباني الحكوميه اللي موجوده دهيت، قول اتنفسوا. ودي كلها بالمناسبه اماكن او مباني يجوز انها تتباع، فارجع تاني اقول ايه، اديني وجهه النظر التانيه. يعني في حد عنده تحفظات، حقه والله، حقه جدا، واحنا بنعمل جريمه يعني، وانا بقتل حد تحت ادي العاصمه الاداريه، ايه تحفظاتك كذا، طب ايه وجهه نظر الدوله، ايه دي الاثنين بس، خلاص شكرا. يبقى انت فعلا كده، مش هقول محايد، ان برضه ممكن يكون ليك تحيزاتك، بس متوازن، قدمت الطرحين على الاقل. بس برضه انت قلتي حاجه مهمه، ما تجيش تعرض لي وجهه نظر المعارضه لمشروع ما للسياسه مثلا بناها مصر في 7 دقائق
وتعرض الرد عليها في 30 ثانيه. لا، ما هو انت لازم تكون متوازن، عشان انا، وعلى فكره المشاهد يعني مش ساذج، انا مش هقعد كده اقعد اتفرج ويسمع ولا اخره، لك ايه ده؟ طب وانت بتقول الكلام ده ليه؟ طب انت جايب فلان ده ليه؟ طب ما في علان ممكن يرد عليه، ما في الى اخره. وما اعتقدش ان مصر، يعني انا مش متخيل ان مصر بما فيها من مثقفين ومفكرين وناس متعلمه ما يعرفوش يردوا على ما يقال عننا ويوضح وجهه النظر، يعني ما اعرفه هو كذا وكذا وكذا. انت اديني المساحه الكافيه ان انا انقل لك وجهه نظر الداخل، زي ما انت بتجيب وجهه نظر الخارج اللي هي دايما بتكون ناس منشقين ومعارضين الى اخره.